السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ في ناس كتيرة سألتني انتي بتستخدمي الوان ايه، ودايما برد في التعليقات بوريهم طريقة الالوان اللي انا بستخدمها موجودة في الفيديوهات. فانا دلوقتي بصور لكم كل او يعني معظم انواع الالوان اللي انا بستخدمها زي ما بتشوفوا في كل الفيديوهات بتاعتي. مثلا اي حاجة انا فعلا بستخدم الالوان دي، الالوان دي الوان اكليريك انا اللي عاملاها، عندكم الطريقة بتاعتها في الفيديوهات برضه هقولها تاني معلش. وفي معايا طبعا الوان مصنعة جاهزة اهي، الوان الماركة دي ابل ماشي، وفي بيبيو طبعا، بيبيو يعني غنية عن التعريف اكليريك. بس بصراحة أنا بستريح جدا في معايا برضو اللي هي الأنابيب دي معايا، ده أبيض تمام. الحاجات دي كلها أنا بستخدمها، يعني الألوان المصنعة دي في الغالب مش بستخدمها كتير، قليل قوي لما بستخدمها. معايا برضو هنا الألوان بيبيو اللي هي برضو الأكليريك اهي معايا، دي اللي أنا ممكن أحتاج أستخدمها او اخد منها، مثلا لو في درجة مش جاهزة معايا فباخد من الالوان الجاهزة دي، انما غالبا كل الدرجات انا اللي بعملها. وفي حاجة بقى بتفرق معانا قوي، الكثافة بتاعت اللون الجاهز غير الكثافة بتاعت اللون اللي احنا عاملينه، يعني هوريكم. طيب حاضر، هعمل لكم تجربة دلوقتي ماشي. على سبيل المثال انا هجرب معاكم درجة لون من اللي انا بجيبه جاهز، التغطية يعني التغطية بتاعة اللون مش درجة اللون نفسها، انا بتكلم على الكثافة والتغطية بتاعة اللون. فهاخد مثلا، خلينا اهو عشان محدش يقول فرشة مثلا كبيرة فهي اللي عاملة كده ماشي، هاخد اللون ده باللي بس الفرشة لان هو لسه تمام. بصوا جميل، مفيش حاجه، مفيش اي مشكله، بس انا بتكلم على التغطيه بتاعته. شوف ده هتلاحظوا هنا ان الخلفيه بتاعت الورقه نفسها بانت، يعني الارضيه الورقه بانت في الخطوط اهي، انما هنا التغطية عالية جدا في الالوان اللي احنا بنعملها. ليه بقى؟ لان احنا دلوقتي بنستخدم الاساس بتاعنا اللي هو الابيض الاكليريك الجاهز. مثلا انا عن نفسي بستخدم مثلا جي ال سي، فبستخدم اللي هو النصف اللمعة وبعمله اساس لكل الالوان بتاعتي. بس بستخدم الابيض اللي هو النصف لامع، وبعد كده بضيف عليه الملونات اللي بنستخدمها برضو اهي، دي الملونات اللي بنجيب بيها الدرجات اللونية اللي احنا عايزينها. طبعا في درجات كتيرة جدا، في دي شركة تانية اهي. بس فزي ما احنا شايفين انا عن نفسي بفضل اشتغل دايما بالالوان اللي انا بعملها بنفسي، وده ردا على ناس كتير بتسألني في التعليقات ايه الالوان اللي بستخدمها سواء في الرسم على الخشب او الرسم على الفخار او اي اسطح مثلا. يعني عندي مثلا ده خشب اهو نفس الحكاية، مستخدم عليه نفس الالوان. نشوف معايا برضو ده خشب جذوع بالشكل ده، فالالوان دي بنلون بيها على كل حاجة، بنلون بيها على حتى لو عايزين تلونوا بيها على فوم على اي حاجة، بس طبعا كل سطح بيبقى له العزل بتاعه او طريقة العزل بتاعته. طيب بالنسبة للتأسيس بقى احنا بنأسس بايه؟ زي ما احنا شفنا عندنا طريقة برضو في الفيديوهات، نحاول ان شاء الله افتكر واسيبها لكم في الرابط، او لو مش هتعملوا الجيسو بالمكونات اللي احنا قلنا عليها ففي معانا اللي هو الابيض المط، درجة الابيض المط البلاستيك ده احنا بنستخدمه كتأسيس، بندي بيه وجه بطانة الاول عشان خاطر الالوان تثبت على الاسطح. يعني مثلا ان شاء الله هعمل لكم قريب فيديو عن ان احنا ازاي نرسم على سطح ناعم وهنأسس له ازاي. فلو هرسم على سطح ناعم لو سبته يعني من غير تأسيس الالوان هتقشر من عليه، لان هو اوريدي ناعم فمفيش حاجة هتخلي الالوان تمسك معانا. فعشان كده احنا بنعمل طبقة التأسيس او الجيسو سواء على الازاز او على الاسطح المختلفة او
ممكن تكون الأسطح دي مثلا بلاستيك أو أي حاجة ناعمة مثلا، فإحنا محتاجين نأسس عشان الألوان بتاعتنا تلاقي قاعدة أو أرضية إن هي تقف عليها. ده الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة على السريع، يا رب يكون مفيد ليكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني. وخدوا لمحة معايا كده برضو، دي الألوان الفلوماستر اللي بستخدمها، أنواع الفرش. ففيديو في السريع كده، ويلا بالتوفيق للجميع إن شاء الله، مع السلامة.